المشكل ديال هاد الناس هادو اصاحبي هو كتشوف كرتي بشي حط هاد الانرجي هادي ديالو فشي حاجه خاو يعني حنا ما كنديروش الكوميديا هنايا وتنقيسوها باللايك والديسلايك وشحال من واحد فرح وشحال من واحد ما عجبوش السكيتش. حنا ما كنديروش السكيتش هنا. انا واحد تيلعب في نادي الكوكب المراكشي وميسي راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، راه هذا لعابه الكره وهذا لعابه الكره، الفرق بيناتهم. اي جايز صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندوي على شي حاجه مهمه، على الانرجي الصاد. الانرجي الصاد لان كنشوف بزاف ديال الناس كيضيعوا الانرجي ديالهم في شي حاجه خاويه، اللي يكون انفيستي هذيك الانرجي في شي حاجه اللي فيها نفع اترجع عليه بالنفع، ولكن كيمشيو كيضيعوا الانرجي ديالهم في شي حاجه خاويه. مثلا انا نايض مع هذا الصباح هذا لقى الصديق ديالي راقيت مخلي لي واحد الميساج كيقول لي هاي رد بالك راه شي واحد كينشر واحد الصوره ديال قديمه ملي كنتي مع العائله، كيقول لنا هاد الصوره جديده وانك راه في الله بارطاجيتها وملي عاقوا بك مسحتيها وكيروجوا شي اخبار خاويه رد بالك. المشكل ديال هاد الناس هادو اصاحبي هو كتشوف كرتي بشي حط هاد الانرجي هادي ديالو فشي حاجه خاوه، كل مشى حط هاد الانرجي فشي حاجه لا ترجع ليه بالنفع كل ما عرفت فين وصل. ولكن المشكله هي كتضيعوا اصاحبي الانرجي، راه ما فهمتش ما درتوا لي انا مشكله لا والو، تضيعوا اصاحبي الانرجي في الخوال خاوه. هنا كتزيد كتبنى عندك واحد القناعات وكتولي كتفكر وتولي تفكر واحد التفكير جديد. ديما ملي كتمشي للمغرب كتسمع ديما المخزن المخزن المخزن، والناس ديما كينتقدوا المخزن وكيصوروا المخزن بواحد الصوره سلبيه ديما، فهمتي هادشي اللي كتسمع. لكن ملي كتشوف بحال هادشي كتولي كتقول يقدر يكون المخزن على صواب، لان الا كان عندك الانسان غير سوي خصو التصرف الغير سوي، فهمتي في المقابل ما يمكنش واحد الانسان غير سوي يتصرف معاه انت مزيان، وبالتالي كتوصل لواحد النظريه ديال النظريه ديال ما كنصحش بها حتى شي شخص، يعني ماشي الناس اللي تصرفوا معك خايب انت تصرف معاهم خايب، نو شخص لا، حكومات هضره اخرى، لان الدول ديما الدوله داكشي اللي كتعطيها كتردوا لك، الشخص ماشي هو الغوفرمنت، كل واحد بوحده. تصرفوا معك خايب دير بوجه الله، دير راه الله كاين وشوف بينك وبين الله وخليها تدوز وسير قبل المزيان، لان الا درتي الخايب غادي يرجع لك، دونك تولي كيدير المزيان راه غادي يعاود يرجع لك، واخا يديروا معك الخايب دير انت المزيان ميك دوز داك الشيء باقي غادي يرجع لك بالمزيان عاوتاني. الطيور ما خصناش نعمموا في اي بلاصه، كاين ناس زوينه وكاين ناس خايبه، ما عمر كانت فهمتي شي بلاصه واخا تمشي ما عرفتش شي بلاصه اللي عاودوا لك فيها كاين الشر غادي تمشي غادي تلقى كاين الخير تما، اي بلاصه في العالم فيها ناس مزيانه وفيها ناس خايبه وهذا الشيء طبيعي وعادي. هاد الجمله هادي ديما اللي كيصيفطوها لي الناس من المغرب، يا خويا سيمو كون انا وصلت للليفل اللي انت عايش فيه والحياه اللي انت عايش على برا ما عادش رجع باقي للمغرب، وهذا الشيء تنشوفو وهذا الشيء تنحتارمو فيهم، ولكن فريمون انا راجع على حاجه وحده، باش نكبر واحد النهار في السن ونبني الطامير ونقول انت اللي كدوي على البلاد البلاد شنو عطيتي للبلاد كاع. وقلت لا ولا بد خصنا نرجع واحد العامين حتى لست سنين نحاول نعطي داكشي اللي قدرنا عليه الله، والماكسيموم ست سنين غادي نخوي نمشي نعيش في دوله مزيانه احسن حياه. اخوان الانرجي شي حاجه مهمه، الانرجي ديالك فين كتحطها، داكشي فاش كتحط العقل ديالك بين سور، راه الانرجي جايه من العقل راه ما جايهش من الجسم، راه ماشي جويه مجهود وانما جايه من العقل ديالك، داكشي اللي كتحط فيه العقل ديالك هو اللي غادي يعطيك. واحد المثال الامريكاني كيقول where the mind goes the energy flows، فهمتي يعني فين كتمشي العقل كتمشي مع الانرجي، وداك الشيء اللي تلقى مركز معاك في الحياه ديالك اليوميه غتلقاه غادي تيكبر، غادي كتحط فيه الانرجي وغادي تيكبر. مركز انا فقير وما عنديش الفلوس والوقت عيانه والوقت ميته، اوتوماتيك ديك الانرجي ديالك كتولي كتمشي في هذا الشيء، وسبحان الله كيولي غادي كيتزاد داك الفقر وديك المشاكل والكوارث لان انت مركز فيهم عطاهم العقل ديالك. حط الانرجي ديالك خاصنا شي حلول، خاصنا نطورو هادي، خاصنا نديرو هادي، خاصني شي حل هادي، كيفاش غادي نزيد في حياتي القدام. الانرجي ديالك كتمشي في هاد الاتجاه هذا تبداو تيبانو لك الحلول وكتبدا غادي كتافونسي في حياتك وغادي مزيان في حياتك. الحوايج اللي ما تيخليش بزاف ديال الدراري في الويب المغربي اللي هما فايتيني ما تيبغوش يبانو، كنعرف واحد الولد ولد طنجة ديما فهمتي ديما كنجلس معاه تندوي معاه تقول لي لا خاي سيمو جامي تقنعني جامي عمرها غادي نبان، انا كنعيش كيما بغيت انت مابقيتش كتعيش كيما بغيتي، هي كندير اللي بغيت كنمشي فين ما بغيت واخد الحريه في الافعال ديالي، حتى واحد ما كيعرفني حتى واحد ما كيحاسبني فهمتي عادي، انا كنحتارمو لانه سيرتو هو باغي يعيش حياته كامله تما، انا اللي كيخليني فهمتي ديما كنفكر كنقول لا ما ندمانش علاش بنت، كنقول علاش بنت وباقي باقي باقي ما بنت ما والو، دابا راه الله قلت 10% ما كاملاش لان باقي كنجمع البيست براند مانجر بيست سوشيال ميديا مانجر في المغرب، كنجمع الدراري الطوب باش هاد السميه هادي ديال سيمو لايف نديرو لها، والبيدجي ديال الاشاره اللي حاطين لهاد البراند هادي ديال سيمو لايف
يعني باقي ما صرفنا من حتى شي حاجه يعني باقي 3% باقي ما قسناهاش يعني فهمتي. وجمع الدراري كنحاول نجمع الدراري دابا ذا بيست اوف ذا بيست هذا هو التارجت ديالي. ولكن هادشي شنو غادي يدير؟ هادشي التارجت منه هو غادي ندير واحد الامباكت على داك الشيء اللي جاي كتانفيستي في الشيء اللي جاي. والناس زوينه بيان سور واحترام فقود فيهم الامل. كاين واحد الناس كيوصلوا من الميساج ديالك طان كتحركوا كيقلع يمشي يدير شي حاجه في حياته هادو. كاين واحد الناس راه واجدين عرفتي راه معاك تدوي معاك تخلي ديريكت الهضره للدماغ. وكاين واحد الناس كيسمعك تيبدا تيغوت. كاين واحد 10% الناس دوك 10% الناس تيوصلهم داك الميساج تيقيس فيهم واحد الحاجه لداخل كيخليهم يعاودوا الحسابات مع راسهم كيخليهم يتحركوا. ما كنقلبوش على رضوا عباد الله ويديروا لنا لايك ويكونوا فرحانين. حنا ما كنديروش الكوميديا هنايا وتنقيسوها باللايك والديسلايك وشحال من واحد فرح وشحال من واحد ما عجبوش السكيتش. حنا ما كنديروش السكيتش هنا. حنا وي ميك ذا امباكت على الشيء اللي جاي ليه يفرح المهم هو كتقول ليه الهضره الصحيحه ديال الراي ات غانا تيك تايمز تاخذ الوقت. كتقول ليه الصراحه كتقول ليه راه البدايه صعيبه ما سالاش ماشي انت اللي كتعاني بوحدك غادي تعاني والبدايه كو داير ولكن راه الا كملتي غادي توصل. كنقلبوا ندير واحد التاثير على الشيء اللي جاي كنقلبوا تموتي فيه شي حاجه كنقلبوا تخليه يتحرك يدير شي حاجه في حياته. ما كنقلبوش عليه بغيونا ما تبغيني ولا كاع لا تبغيني ما كيهمنيش انك تبغيني كيهمني انك تمشي تتحرك. ما قدرتيش تتحرك كاع لا تبغيني. ولكن هادشي راه ما خدامش بيان سور لاي واحد لان الا كنتي كدير الكوميديا خص الناس تبغيك لان خصك الجمهور. الا كنتي كدير الفن خص الناس تبغيك لان خصك الجمهور. حنا ما كنديروش الفن الصاد ما كنديروش الموسيقى ما كنديروش المسرح ما كنديرو حتى حاجه. ما كانش عندك الجمهور ما غاديش دير الفلوس وغادي يموت لك الحوت بيان سور وغادي تموت وغادي تركن على جنب. لان الفرق ما بين فنان ناجح وما ناجحش ومغني ناجح وما ناجحش هو الجمهور وشكون اللي كيقدر يشد الجمهور. هذا هو الفرق في النجاح ديالو. حنا هنا ما لاعبينش على الفلوس ولله الحمد غنانا الله عطانا من فضله الحمد لله والشكر لله فهمتي. تحاول تستعمل واحد النسبه من دوك الفلوس اللي عطاك الله تستعملهم باش تيمباكتي الجيل الجاي دير شي حاجه تبدل فيهم شويه. انا نعطيك واحد المثال بسيط نبسطوه. كاين جوج طرق باش دير واحد الصدقه ديال 10 المليون. كان ممكن نمشيو نقسموها مليون 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 ندوز عند واحد الناس دراوش ونعطوها لهم في يوم هاك مليون انت هاك مليون انت حنا فدنا 10 الناس وبعد شهر غادي يسالي لهم داك المليون وماتوا. الطريقه الثانيه هي نديروا واحد الحادث ونجيبوا شي ناس واصله في الويب ونجيبوا واحد 400 الناس يسمعوا لهم ويشرحوا لهم ويفسروا لهم كيفاش الخدمه في الانترنت وكيفاش ممكن يدبروا على راسهم من فايفر. ونجيبوا لهم واحد السيده كانت ممرضه ولات خدامه في فايفر وبعد ما كانت خدامه ممرضه دفعات الاستقاله ديالها ولات خدامه في فايفر ولات غاده مزيان ولات مدبره على راسها احسن من ديك السالير اللي كانوا كيعطيوها. ونجيب واحد الناس اخرين يدوا لهم في لي كوميرس لوكال ونجيب واحد الناس اخرين يدوا لهم في الدروب شيبينغ وهما دوك الناس كتستافد. نكونوا متشائمين قمه التشاؤم ونقولوا بلي 400 الناس كامله اللي حضرات واختارينا بناء على معايير انا بلينا فيها الضوء وجبناها ونخر من اللي مشاو رجعوا لديورهم 20% الناس هي اللي تحركات بركه 20% الناس اللي تحرك. هاد 20 ديال الناس اللي تحركات كون متاكد بانهم غادي يتقاتلوا وغادي يتحاربوا وفي العام الاول ديالهم غادي يدير كل واحد فيهم راه شرف حساب متشائم. نقول هاد 20 الناس الافيريج اللي حققوا 10000 دولار الواحد العام الاول. حنا اللي غادي يدخل اكثر ولكن حنا غادي نمشيو ديما بداك الحساب المتشائم. المتوسط الحسابي ديال داكشي اللي دخلوا للفرد هو 10 ديال المليون عاوتاني للواحد. يعني ضربها في 20 دخلات 200 مليون استمرنا 10 دخلات 200. اخاي كنامن بهذا النوع ديال الصداقه ديال كتانفيستي في عباد الله كتستمر فيهم وكتخليهم يبدلوا حياتهم ويديروا شي حاجه في حياتهم ويخدموا على راسهم ويدخلوا العمله لراسهم وللبلاد هاكا باش كتزيد البلاد للقدام. هاكا غادي نكونوا استمرنا واحد 10 المليون في عباد الله ايفينمون درنا لهم فابور استمرنا صدقه صدقنا 10 ديال المليون مشاو هما دخلوا 200 مليون بعد عام وحسب بعد 10 سنين بزاف اصاحبي بزاف الفلوس بزاف ديال الامباكت. اش كنقلب انا اصاحبي كنقلب تو ميك ذا امباكت في حياه عباد الله. ما كنقلبش على زعجبك ولا ما نعجبكش نعجبك ولا كاع لا نعجبك هذيك ماشي المهمه ديالي. انا المهمه ديالي اليوميه اللي كنبقى تندورها في راسي هي هاو تو ميك ذا امباكت. من 2012 اليوم 2019 كاين واحد الامباكت كبير في الويب المغربي كاين واحد شونجمون كبير ترى فهمتي. بزاف الناس ولاو خدامين في الانترنت واش بزاف وبركه لا ما مقتنعش بهذا الشيء اللي كاين. خصني 100 مره اكثر 100 مره راه الشناوه مليار و600 مليون الهنود مليار و200 مليون الهند ديفلوباج هي بالاي تي
بسبب انهم خدامين في الانترا. تدخل الفريلانسر كتلقاه الهند، كتدخل الابور كتلقاه الهند، فين ما دخلتي كتلقاه الهند. حنا الاخ ما حنا مليار و600 مليون ديال الشناوه، ما حنا مليار و200 مليون شخص اللي عايشين في الهند، حنا هي 30 مليون. حنا يقدروا يعرضوا علينا العشاء كاع ما يحسوا بينا، يقدر نمشيو اليوم بالليل ندخلوهم عندهم جلسه عندهم في البلاد ما يحسوش بينا كاع. تصحاب راسك راك شي حاجه، حنا راه والو، حنا تنساو 30 مليون اللي كتساوي في العالم صفر، ما تتساوي حتى حاجه مقارنه مع الدول الاخرين. يعني الا خديتينا كاملين كنساو صفر. وبيان سور حنا ماشي كاملين غادي نخدموا في الويب، بيان سور كاين الطبيب وكاين المهندس وكاين المحامي وكاين الدكتور وكاين 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 البيلوت، كاين شلاميان اخرين، وكاين السيكوريتي وكاين اللي خدام في البنكا وكاين الشاف داجونس وكاين كاين ميان اخرين، كاين ما هادشي ما عمره غادي يتحيد، هادشي ديما ديبقى. ولكن كاين واحد الناس، واحد الباقيه نحسبهم واحد في الالف مثلا خاصها تخدم في الويب، فهمتي؟ واللي عندنا حتى حنا في الويب المغربي واللي فهمتي معترف بينا، والحمد لله راه السي بي ا راه كارثه. شي سي بي ا المغاربه ولاو معروفين، ما كاينش شي سي بي اي نتورك ما كيعرفوش المغاربه. في اي ليومنا هذا الدراري كيدخلوا به وكيديروا به فلوس صحيح. انا مابقيتش كندوي في السي بي اي، تندير فيديو اخر نقول علاش مابقيتش كندوي في السي بي اي وعلاش مابقيتش كنصحب السي بي اي. اما السي بي اي باقا فيه فلوس، انا مابقيتش كنصحب به، تبان ندوي على الاسباب من بعد، فهمتي؟ المهم تندوي على الاسباب من بعد بلي الفاست رود يعني باش تشري الفلوس راه هو السي بي اي. ولكن خاصك تماستري واحد السكيل، واحد المهاره اللي هي الماركتينغ. الا ما عندكش الماركتينغ وما عندكش مع شويه ديال الديفلوبمون باش كدير لاندينغ بيج لراسك وشويه ديال الديزاين باش تقاد البانرز لراسك، سي بي اي ماشي ديال دير شي فلوس في حياتك. خاص تميتريزي واحد المهاره، راه ما كايناش الفلوس، راه كاين واحد المهاره، والمهاره كتجيب الفلوس. راه الفلوس ما كطيحش من السماء، راه ماشي عندك الفلوس راك لاباس عليك، راه عندك واحد المهاره هي اللي كتردك لاباس عليك. تقول لي شنو هي المهاره اللي عندك نتايا اللي نافعاك؟ غادي نقول لك ماركتينغ اند سيلز. الماركتينغ عندي حاجه وحده اللي كنميتريزي في حياتي مزيان هي الماركتينغ، سواء كليك بانك سواء سي بي اي سواء في الواقع الماركتينغ مهم، هو باش خدام. دير دروب شيبينغ خصك الماركتينغ، بغيتي دير الايكوميرس لوكال خصك الماركتينغ. غير هو مستويات، بيان سور اللي كنجح في الايكوميرس لوكال ما كيعنيش انه غادي ينجح في كليك بانك، لان كاين فرق كبير. هذا مستوى خصك واحد المستوى ديال الماركتينغ قد هكا. كليك بانك فير كدير الايكوميرس لوكال مزيان ما تيعنيش ان راك مزيان يعني غادي دير دروب شيبينغ غادي تنجح، لان كاين فرق كبير. لان بحال اللي قلتي شي واحد كيلعب في الفرق المحليه بغى ينتقل يلعب في الانترناسيونال، لا كاين فرق كبير في اللعب، غادي تخسر. لكن الا زدتي طورتي المهارات ديالك مع الوقيته غادي دوز للانترناسيونال وغادي تربح. يعني هي مساله ديال تطوير المهارات، خاصك تطور المهارات ديالك، وكل ما طورتي المهارات ديالك غادي تزادوا الفلوس. يعني غادي تلعب على تطور المهارات ديالك. انا واحد تيلعب في نادي الكوكب المراكشي وميسي راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، راه هذا لعابه الكره وهذا لعابه الكره. الفرق بيناتهم في المهارات، جمال المهارات ديال هذا ماشي هما ديال هذا، والمهارات كيحددوا شحال ديال الفلوس غادي تاخذ.